طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة كلية المأمون الجامعة قسم تقنيات المختبرات الطبية لكافة المراحل، اليوم عندنا فيديو عن كيفية الإجابة للامتحان النهائي باستخدام الحاسبة الشخصية. إذا أنت عندك حاسبة شخصية يعني لابتوب، ممكن أنه تستخدمها بالإجابة عن الامتحان، وراح أشوفكم الطريقة بشكل كامل على الإجابة باستخدام الجوجل فورم. لما نرسل لك الجوجل فورم ممكن تفيد هذه للطلبة الدور التكميلي أيضا وطلبة الامتحان النهائي. الممارسة اللي راح نسويها هنا تشوفك مثل ما قلنا شلون تقدر تجاوب على الامتحان باستخدام الحاسبة. قسم منكم راح يستخدم ممكن الموبايل، وقسم آخر ممكن يفضل استخدام الحاسبة. بكل الحالتين أنت حر باستخدام أي طريقة تناسبك. طبعاً بالبداية إحنا نكون جاهزين قبل بداية الامتحان، وأيضاً متهيئين لأداء الامتحان بتحضير الأوراق، تحضير الحاسبة، يعني كل المستلزمات اللي أنت تحتاجها حتى تكمل الامتحان. طبعاً أفضل إذا تستخدم الحاسبة أنه قبل ما تبدي تفتح ملف وورد، مايكروسوفت وورد، زين، وتكتب بالبداية اسمك، أو يعني خلينا نقول على سبيل المثال اليوم امتحان الفسلجة النهائي، فإذا أنا طبعا لأن يعني الكيبورد مالتي يكتب بس إنجليزي فراح أكتب بس بالإنجليزي. Final a human neurology exam. تقدر تكتب امتحان النهائي لمادة الفسلجة 2019-2020 زين، وتكتب هنا اسمك. راح اكتب اسمي، اوكي، زين، ومرحلتك خلينا نقول على سبيل المثال المرحلة الثانية صباحي أو مسائي، أو الشعبة مثلا على سبيل المثال المرحلة الثانية الشعبة خلينا نقول A، والدراسة الصباحية زين، يعني نكتبها بالصباحي على سبيل المثال زين، ونحضر ونهيئ هذا الملف ويكون جاهز حتى إذا كانت أكو سؤال ممكن نتحمل الإجابة به تكون بسهولة عليك يعني كتابة الإجابة هنا وتحميل. طبعا راح نروح بالبداية على الكلاس، هنا الامتحان راح يكون على الكلاس مالتك زين، تفتح الكلاس وتنتظر الامتحان. طبعا قلنا هاي نحضرها قبل ما يصير الامتحان، تنتظر الامتحان. غالبا ما راح يكون الامتحان موجود بالكلاس ورك زين، ونشوف ننزل على اذا في حاله اللكتشرز او المفروض موجود بالكويزز هذا هيومن فيزيولوجي فاينل اكزام. راح نقرا الملاحظات بالبدايه، يعني غالبا ما تكون بالامتحان النهائي اكو ملاحظات مهمه، اما بالفورم بالبدايه قبل ما تدخل الامتحان او داخل الفورم، يعني هنا بالانونسمنت او داخل الفورم تقرأ أنه الدخول بالوقت المحدد، التسليم قبل نهاية الوقت بدقائق، يعني حتى نضمن يعني خلينا نقول استلام الإجابة منك بشكل كامل. أيضا وقت الامتحان هنا أنا مثلا على سبيل المثال نخلي ساعة، المفروض هو امتحان النهائي ممكن 3 ساعات، بس هذا كمثال لكم. طبعا راح ينغلق تلقائيا الامتحان بعد انتهاء 3 ساعات، لذلك أنا أطلب دائما أنه قبل على أقل تقدير يعني 5 دقائق من نهاية الوقت. ايضا التاكد من الاجابه على كل الاسئله، واذا كترك ايضا يعني تنتبه على الموضوع، اضافه الى انه اذا واجهتكم اي مشاكل متعلقه بالفورم ما قدرت تدخل تتصل باستاذ الماده او ممكن يعني من يقوم بذاك الوقت بالرد على الاتصالات. زين، ندخل على الفورم مباشره، راح تطلع لك واجهه الامتحان بهذا الشكل Human Physiology Final Exam Human Physiology يعني 19-20. راح نشوف هنا ممكن بعض الأحيان توضع بهذه الواجهة ممكن تعليمات معينة أيضا
يعني انبه على انه تقراها التعليمات قبل ما تبدي بالامتحان زين، اذا فيها تعليمات معينه حول الاجابه، حول طريقه رفع الملفات وما الى ذلك. هنا راح نكتب الايميل اللي انت داخل به، طبعا راح يفضل يكون ايميل الجامعه، طبعا هذا من ايميل اعتيادي، لكن اذا انت بايميل الجامعه فما راح تحتاج تكتب الايميل. اذا في حاله واجهت انه تحتاج تكتب الايميل فتتاكد من كتابه الايميل بالشكل الصحيح 100% قبل كتابته، لكن ان شاء الله راح ما تواجهون هذه الصعوبه ولا راح تحتاجون الى كتابه الايميل داخل الفورم. anyway راح اكتب الايميل مالتي اللي اني داخل بي واللي مشارك بي بالصف الالكتروني للامتحان النهائي، وقلنا ان شاء الله كلها راح تكون عندها ايميلات خاصه بالجامعه زين. تاكد من الايميل تمام. هنا انا راح يعني حسب الاستاذ، انا هنا أنا مخليها لكم، انت بالمرحله الثانيه ممكن اي ممكن بي ممكن سي وممكن اي. الاي هنا انا كاتب لكم تعني هي المسائي، وممكن تكون محمد، فتختار اي واحد من ذولي. فنقول على سبيل المثال احنا سكند اي يعني المرحله الثانيه اي، تكتب اسمك الرباعي باللغه العربيه كامله. طبعا ايضا اعتذر مره ثانيه، يعني الكيبورد مالتي فقط انجليزي فراح اكتب اسمي بالانجليزي، لكن انت الواجب عليك تكتب اسمك بشكل كامل باللغه العربيه ورباعي حتى يعني توثق وتكمل يعني شلون حتى ما يضيع حقك. فاذا تكتب اسمك باللغه العربيه، انا طبعا قلت كتبته باللغه الانجليزيه هنا أنا. يمكن طبعا هذا راح يكون مطلوب، فانت تكتبه باللغه العربيه كاملا. مثل ما قلت انا لان عندي كيبورد مالتي باللغه الانجليزيه، ممكن يعني اكتبه باللغه العربيه. يعني راح اشوفكم، يمكن انا لان مثل ما قلت انا اكتب اسمي هنا هذا كاتبه واسوي له كوبي وراح انزله باللغه العربيه كامله. اوكي انتهينا من هذه الواجهه الاولى اللي هي بيها كل الملاحظات، الايميل، الشعبه، المرحلة، مسائي، صباحي وما إلى ذلك. راح ندوس next يعني القادم، أو يعني راح تبدي نطب على الأسئلة. هنا راح نشوف عندنا حسب الأستاذ هناك مختلف نوع الأسئلة، ممكن راح تشوف أسئلة اختيارات، ممكن راح تشوف أسئلة فراغات، ممكن راح تشوف أسئلة تحمل فايل، ممكن أسئلة تكتب كتابة. فحسب الأستاذ أنا جبت تقريبا كل أنواع الأسئلة حتى بتكون عندك فكرة كاملة حول كيفية الإجابة. هنا عندنا اختيارات راح نختار، طبعا أنا راح اختار عشوائيا ما راح اختار بشكل كامل، تقرأ السؤال بشكل كامل وتجاوب عليه زين. إذا أنا جاوبت، طبعا هنا كل سؤال عليه درجة معينة. طبعا في حالة أنه احنا نسينا أنه نجاوب على واحد من الاسئله راح نشوف هسه بالمرحله الثانيه، راح يقول نيكست تجي على السؤال الثاني. ايضا هنا السؤال الثاني هو ترو فولس، انه انت تختار ترو او فولس لهذه الاسئله الموجوده. هنا ايضا قلنا راح نختار عشوائيا الاسئله، انا فقط اشوفكم شلون عمليه الاختيار. على سبيل المثال اني نسيت انه اختار واحد من ذول الاسئله، من اسوي نيكست راح يقول ما دام انه هذا مطلوب فاذا لازم تجاوب عليه، ما يخليك تعبر على السؤال اللي بعده اذا ما تجاوب على هذا السؤال اذا كان مطلوب. فاذا جاوبت راح اقول نكست. اجينا على السؤال رقم 3 اللي هو فراغات، ايضا كاتبين لك هنا املا الفراغات الاتيه وممكن كلمه واحده لكل فراغ. يعني ايضا هذه التعليمات تختلف من استاذ لاستاذ وحسب الماده. هنا يعني اي جواب، انا ماذا يعني ماذا اركز على جواب معين، مثلا نقول هذه زين. هنا أنا مثلا نقول هنا use for storage of reserve material in prokaryotic cell، من اللي يستخدم بخزن المواد الوراثيه او المواد اللي
الخاصة بالخلايا بداية النواة؟ يعني خلينا نقول يعني أي جواب. نقول هنا أنا دي ان يعني جواب اي جواب، انا ما دا اقول بشكل خاص. هنا ايضا اي جواب اخر زين. هنا ايضا مثال على خلية فاقدة النواة اللي هو red blood cell. زين ايضا هنا أنا هي ما هو study of cell and cellular structure. هنا أنا cell biology. زين مثل ما قلنا اذا ما جاوبت على هذا السؤال، على سبيل المثال ما جاوبت على هذا السؤال وجيت اني هو مطلوب من عندي لان علي الستار هذا، معناتها ما اقدر اعبر على السؤال اللي بعده اذا ما اجاوب هذا السؤال. فإذا أحاول أجاوب السؤال مرة وأعبر على السؤال اللي بعده. زين جينا على السؤال آخر، نوع آخر من الأسئلة. خلصنا اختيارات فراغات true false. ممكن نجي على السؤال يقول له answer the following question، ومنطيك هنا أنه تقدر تحمل فايل للإجابة عن هذا السؤال. هذا السؤال اللي هو انه عدد بعض الهرمونات اللي تفرز من الغده الادرينالينيه وما هي وظائفهم يعني. وهذا السؤال الثاني طبعا هنا انا ايضا قايل لك جاوب على واحد، انا راح احاول اجاوب على الاثنين حتى ان يعني ناخذ فكره عن الموضوع وكيفيه تحميل الملف لهذا السؤال. طبعا مثل ما قلنا احنا مسجلنا بدايه قبل الامتحان سجلنا اسمنا على ورقه من الوورد وكتبنا اسمنا وكتبنا كل الملاحظات مالتنا. راح نجي نشوف يا سؤال، سؤال مثلا الرابع على سبيل المثال. ايش راد هو بالسؤال الرابع؟ راد انواع الهرمونات المفروزه من الادرينال جلاند. خلينا نقول عندنا ال اي سي تي اتش او مثلا الادر نالين and أدرنالين ال ATCH ال نقول أنتي diuretic hormone anti-diuretic hormone. اوكي زين هذا عددنا الهرمونات. بعدين كل واحد وظيفته مثلا هذا شنو الوظيفه مالته للادرينالين مثلا يعني يساعد بعمليه الفايت Right. زين عندك الثاني مثلا يساعد بعملية السالت زين، او الثالث اللي هو الهرمون اللي يمنع التبول اللي هو يساعد بعملية اوكي. كتبنا هذا السؤال الاول والحل مالته كملناه زين. بعدين نجي مثل ما قلنا هنا عندنا بالحالتين عندنا سؤالين. السؤال الثاني يقول لك هنا طبعا اختيار واحد، اختيار واحد من الاسئله، ممكن تجاوب على هذا او ممكن تجاوب على هذا حسب اللي انت تشوفه. جاوبت على هذا اذا نسوي اد فايل زين، واذا هو مفتوح عندك بالواجهه ظلت فاتحه
زين تسوي له بس سيف، وهنا أنا مثل ما قلنا راح وين نحفظه، نحفظه على الديسكتوب. اذا نحفظ عندنا هذا نحاول راسا نسوي له كلوز ونجيبه دراج اند دروب، زين دراج اند دروب. نرجع احنا فاتحين الملف اللي هو هذا حفظناه زين، او ممكن تحفظه على شكل بي دي اف، ممكن ايضا سيف از زين، تختار الديسكتوب حتى يكون بوجهك من ينحفظ يكون يعني مواجه لك، وتختار بي دي اف راح يتحول صيغه الوورد الى بي دي اف. ننتظر شويه لان يعني ممكن بعدين نحتاج هذه الورقه، هذا صارت بي دي اف دراج اند دروب زين، ونسوي له ابلود. نتاكد انه نسوي له ابلود، شوف يطلع عندنا هذا الشكل، يطلع عندنا كانما هنا صار عندك الجواب مال هذا السؤال. على سبيل المثال انا لو عندي لو ذول اثنيناتهم مطلوبين، فاذا انا احتاج اسوي فايل اخر لهذه للسؤال الثاني، فاذا نفس الفايل اللي هو اول واحد اللي هو اللي كتبت بيه اسمي زين، انا شو اسوي؟ ممكن على نفس الورقه زين واكتب الكويستشن مثلا على سبيل المثال فور بي، هذا question 4A كان وهذا question 4B. أنا جاوبت على A ورفعت الملف، بعد ما أحتاج A أقدر أمسح A وأقول question 4B، أو مثلا اختاريت B. فإذا أيضا أنواع الأنيميا على سبيل المثال الأيرون يعني Iron Deficiency أنيميا، هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا ممكن خلينا نقول ميجا بلاستيك زين، ميجا بلاستيك انيميا يعني ايا كان الـ الجواب طبعا كتبناهن. اوكي هذا البي ايضا مره ثانيه احنا حفظنا ذاك الجواب الاول وصعدناه، هذا نجي للثاني ايضا نسوي له سيف اس. هسه صار عندنا ملف جديد زين، فقط شويه نغير ب خلينا نقول على سبيل المثال انه قلنا question 4b، ذاك المفروض احنا نحفظه ب question 4b، ذاك question 5 question 4a، وايضا نختار انه يكون PDF. ووين نحتاج نريده؟ نريده بس ديسكتوب حتى يصير عندنا مقابلنا زين، ايضا نحفظ عندنا هنا. نرجع ننزل نشوف هذا صار عندنا هنا question 4b، المفروض هذا طبعا يصير question 4a، حتى الاستاذ من يجي يصلح يعرف انه انت مجاوب على b او جاوب على a. ايضا نسوي add file و drag and drop و upload، ننتظر يحمل بشكل كامل. صار عندنا هنا question 4b، وهذا هنا المفروض طبعا المفروض نخلي هذا اللي هو question 4a ايضا نفتحه ونقول هذا question 4a upload. اذا هنا صار question 4a question 4b، هذا انت هسه جاوبت على الفرعين اذا كان فرع واحد، اذا تحتاج تجاوب على فرع واحد فقط. كملنا هذه الطريقه لتحميل الملف من الديسكتوب، ومثل ما قلنا احنا نفتح الفولدر اللي هو الاساسي اللي يكون بشكل وورد، نكمل كتابه، نسوي تسميه ننطي للملف وحسب السؤال اللي احنا مجاوبين عليه. هذا قلنا باستخدام شنو؟ باستخدام الحاسب. راح نجي للسؤال اللي بعده، ممكن يكون ما بتحميل لملف. هنا عندنا شنو؟ عرف اثنين من ما ياتي، عندك ثلاث تعاريف
ممكن تجاوب على تعريفين من الثلاث تعاريف هذه. السيل بيولوجي اللي هو هنا شوف مثل هيك حاله من ما كاتبين عندنا حمل فايل عندنا هنا مكتوب لك يور انسر يور انسر يعني جوابك المفروض تكتبه هنا نسوي تايبنج هنا فذا ستدي او سيل اند اوكي جاوبنا على السؤال الاول فيزيولوجي شنو تعريفه استودي او بودي او زين جاوبنا على هذه اثنين هسه صار عندنا جوابين جواب الاول على السيل بيولوجي والجواب الثاني على الفيزيولوجي اذا جاوبنا اثنين من 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 الثلاثه على سبيل المثال قال لك ثلاثه نجاوبها يعني كمثال نجاوب على الثالث اللي هو هيماتولوجي ايضا نقول هو study of blood يعني study of body component like red blood cell white blood cell وهكذا اوكي اذا هو دراسه مركبات الدم او يعني مكونات الدم مثل البليتلتس الار بي سي الوايت بي سي البليت وايضا يعني شو اسمه اشكالها يعني مثل ما قلنا درست هالكومبوننت اللي هو الار بي سي والوايت بي سي والبليتلتس يعني ممكن نضيف بعد كلام يعني مثل الشكل مالتهم الشيب السايز الستركت يعني وما يعني ولا اسمه مثل يعني اجابات كمل الكتابه كمل الجواب زين بعدها عندك راح تطلع هذه اذا وصلت لهذه المرحله اللي هي بنهايه الاجابه راح تشوف اكو شيء اسمه سبميت اللي هو شنو يعني معناتها انت هسه كملت الاجابه عن كل الاسئله تركت اللي تركته سويت اللي الاسئله اللي رفعتها راح تبدي توصل الى مرحله السبمشن او السبميت يعني عمليه ارسال الاجابه مثل ما قلنا نحاول انه نرسل الاجابه قبل نهايه الوقت ولحتى يعني نكون متاكدين انه راح توصل الاجابه بشكل كبير قلنا نترك اللي نتركه ونجاوب على الاجابه فمن تدوس على سبميت اذا في حاله انه انت نسيت انه تجاوب على السؤال او مثلا ترفع فايل ممكن انه تسوي رجوع لكن اذا كملت اوكي سبميت اذا راح نقول سبميت غالبا ما يظهر لك بحاله انه سويت انت ارسال للاجابه انه في رساله بالاخير شكرا جزيلا لقد اكملت الامتحان تم ارسال الاجابه بهالحاله انه انت اكملت الامتحان ما عندك مشكله وخلصت وصل الامتحان او وصلت الاجابه الى استاذ الماده طبعا هنا ايضا يقول لك response submitted and assignment marked as done يعني هذا الاختبار اعتبر انه اكمل او تم الانتهاء منه زين ما نسوي اي شيء اخر كملنا هنا انتهى الموضوع سلمنا الاجابه